إلى مع الخبيث الذي تكلم على أن الأمة كانت تحتاج إلى ولاية التكوين، والكلام على حقية علينا أبي طالب بالخلافة وهو الوصي الكذاب الخبيث الرافضي. طبعا نحن الآن يعني نعلم أن أخواننا في غزة ومات مع أخواننا في غزة، والإشكال أن هناك من غزة من يميلون إلى إيران ويميلون إلى الروافض. أقول هذه بداية يعني هذه سبب من الأسباب التي يعني توقع بالأمة في المهالك، موالاة أهل الكفر. يعني هؤلاء القوم، أنا يعني أنصح أخواني في غزة وأقول بالله اسمعوا النصيحة، نحن يد واحدة، ونحن في خندق واحد، ونحن نخشى على أنفسنا ونخشى عليكم قبل أن نخشى على أنفسنا. فافهموا بارك الله فيكم، المسألة ليست بالهينة، المسألة عظيمة جدا. أنتم الآن عندما تميلون إلى هؤلاء الروافض الخبثاء في إيران، هؤلاء لو لوثوا فراش النبي صلى الله عليه وسلم واتهموا عائشة بالزنا، وما زال لا يزالون يقولون بذلك. كفر، وأيضا كفروا أبا بكر وعمر، كفروا أبا بكر وكفروا عمر بن الخطاب، بل كفروا الصحابة جميعا إلا بدعة عشر. ونحن نستمطر النصر من الله جل في علاه، واستمطار النصر لا يمكن باستغضابه، لا يمكن نستمطر نصرا باستغضابه، لا يمكن أن نستمطر نصرا باستغضاب الله جل في علاه. والله يغضب حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، يغار على نبيه وعلى ولية من الأولياء وهي بنت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وارضاها. فلذلك هذا الخبيث يفعل ذلك، الخبيث يفعل ذلك، يتكلم ظلما وزورا وبهتانا عليهم، ويتكلم أيضا عن مسألة أن الأمة تحتاج إلى المعصوم، إيجاد المعصوم، وقد فندنا قوله. والوجه الثالث عشر أيضا أن يقال إما أن يجب وجود المعصوم في كل زمان، وإما لا يجب، فإن لم يجب بطل قوله، وإن وجب لم يسلم على هذا التقدير أن عليا كان هو المعصوم دون الثلاثة، يعني هو كان معصوم وأبو بكر وعمر وعثمان لا، وهم أفضل منه باتفاق، هم أفضل منه باتفاق. بل إذا كان هذا القول حقا لازم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين، بين أهل السنة متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر وأنهما أحق بالعصمة من علي، فإن كانت العصمة ممكنة فهي إليهما أقرب من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانت ممتنعة وهي ممتنعة حقا فهي إن امتنعت عن يعني إن امتنعت عن أبي بكر وعمر فقد تكون عن علي بن أبي طالب أشد. وليس أحد من أهل السنة والجماعة يقول بجواز العصمة لأحد، لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، ما في عصمة لأحد، ما في. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطئين التوابون. فإذا قيل لنا أنتم تعتقدون انتفاء العصمة في الثلاثة، قلنا نعم نعتقد انتفاء العصمة في الثلاثة، ونعتقد انتفاء العصمة عن علي أيضا، بل نقول إذا انتفت العصمة عن الثلاثة انتفت عنه من باب أولى، إذا انتفت العصمة عن الثلاثة انتفت عنه من باب أولى. وأيضا نحن لا نسلم عندما نسلم انتفاء العصمة عن الثلاثة لاعتقادنا أن الله لم يخلق إماما معصوما، فإن قدر أن الله خلق إماما معصوما فلا شك أنهم أحق بالعصمة من كل من جاء بعدهم. ونفينا العصمة ونفينا لعصمتهم لاعتقادنا هذا التقدير. نجاوب ثالث أيضا عن أصل الحجة، هو أن يقال من أين علمتم أن عليهم معصوم ومن سواه ليس بمعصوم، فإن قالوا بالإجماع على ثبوت عصمة علي وانتفاء عصمة غيري كما ذكروه من حجتهم يقول الإجماع، إجماع من؟ الإجماع لو كان إجماعا كما تقولون لما قدموا بالإجماع عثمان على علي، فقد قدموا عثمان على علي بالإجماع. ويقال لهم إن لم يكن الإجماع حجة بطلت هذه الحجة، وإن كان حجة في إثبات عصمة علي التي هي الأصل، أم كان يكون حجة في المقصود بعصمة من حفظ الشرع ونقله، ولكن هؤلاء يحتجون بالإجماع ويردون كون الإجماع حجة، يعني هم أصلا في التأصيل يقولون أنه ليس بحجة، الإجماع ليس بحجة. فإن ادعوا التواتر، يعني تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم، إخوتي المدلة على المسلمين كما قلنا الرمي في أحضان الكفرة والفجرة وهؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين يسبون عائشة، يعني أنا ما أدري ما كيف سيفيدون القضية وهم أصلا أعداء القضية، هم من تحت لتحت دائما يخططون الروافض الخبثاء، نتكلم عنهم الروافض الخبثاء دائما يخططون على أهل الإسلام. أنتم ما تعلمون الطرسوس ماذا فعل؟
ما تعلمون ابن العلقمي ماذا فعل؟ ما تعلمون القرامطة ماذا فعل؟ ما ألا ترون النصير الكلب أو هؤلاء الكفرة الذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون عائشة ويكثرون الصحابة؟ هؤلاء النصيرية، هؤلاء كفرة من أعداء الدين. كيف نقول هؤلاء يقفون معنا؟ هم لا يقفون معنا أبدا. هو هي أدوار. أنتم لما التغرير بالأمة الإسلامية؟ لما استعباط الأمة الإسلامية سهل هكذا؟ اليهود تقسم أنفسها يعني أقساما، قسم عليك بغشاوة وبغشامة وببطش، وقسم وسط يريد حلولا، وقسم أصلا من الرأفة والرحمة بمكان، وقسم مع هؤلاء الأولياء أولياؤهم. وأي طريق يصلون به ينخرون في جسد الأمة. افهموا، اعقلوا. والرافض الخبثاء أعدى أعداء الدين، أضل وأضر خلق الله على الدين. فإن طالوا العصمة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، تواتر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم كذبة، لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عصمة أحد كائن من كان، لا علي ولا غيره. والجواب الرابع في ذلك أن يقال الإجماع عندهم ليس بحجة إلا أن يكون قول المعصوم فيه، فإن لم يعرفوا ثبوت المعصوم إلا به لازم الضوء. لو عندكم حديث أخرجوه لنا، فإنه لا يعرف أنه معصوم إلا بقوله، ولا يعرف أنه قول أن قوله حجة إلا إذا عرف أنه معصوم، فلا يثبت واحد من هذا. يعني لا يعرف معصوم إلا بقوله، ولا يعرف أيضا أن قوله حجة إلا إذا كان معصوما. فنأتي إلى الدور لا نهاية. فإذا قيل لهم بما عرفتم أنه معصوم، أن من سواه ليس بمعصوم، قالوا بأنه قال أنا معصوم، ومن سواه ليس بمعصوم. وهذا ما يمكن لكل أحد أن يقول فلا يكون حجة. وهل كل أحد يدعي شيء أن يكون يعني يؤخذ به؟ وطبعا هذا كلام ليس على علي بن أبي طالب حاشا، لأنه لم يقل بذلك، هم كذبون عليه، هم يكذبون على علي بن أبي طالب. فإن قدر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة، فالكلام في تعيينه، فإذا طلب الإسماعيلي بتعيين معصومه، وما الدليل على أن هذا هو المعصوم دون غيره؟ لم يأتي بحجة أصلا، وتناقضت أقواله. وكذلك الرافضي الخبيث، أو إسماعيل الخبيثة والرافضي الخبيث. وكذلك الرافضي أخذ من القدرية كلامهم في وجوب رعاية الأصلح، وبنى عليه أنه لابد من معصوم، وهي أقوال فاسدة. ولكن إذا طلب بتعيينه لم يكن له حجة أصلا، إلا مجرد قول من لم تثبت به عصمته إني معصوم. فإن قيل فإذا ثبت بالعقل أنه لابد من معصوم، فإذا قال علي إني معصوم لازم أن يكون هو المعصوم، لأنه لم يدعي هذا غيره. قيل لهم لو قدر ثبوت معصوم في الوجود لم يكن مجرد قول شخص أنا معصوم مقبولا، بإمكان كون غيري هو المعصوم، وإن لم نعلم نحن دعوة، وإن لم يظهر دعوة، بل يجوز أن يسكت عن دعوة العصمة وإظهارها على أصلهم، كما جاز المنتظر المهدي صاحب السلم الآن في الظلمات أن يخفي نفسه خوفا من الظلمة. يعني إذا كان معصوما وإن كان مؤيدا وإن كان عن الغيب وكان له قوة وجبروت، كيف أخشى فيخفي نفسه يعني في السلم هذا من أجل أن يقول أخرج يا إمام؟ ومع هذا قل بتقدير دعوة علي العصمة فإنما يقبل هذا لو كان علي قال ذلك أو حشاه من ذلك، علي بن طلحة قال ذلك وهم كذبوا علي. وهذا جواب خامس، وهو أنه إذا لم تكن الحجة على العصمة إلا قول المعصوم إني معصوم، فنحن ردود بقول علي بن أبي طالب في هذه المسألة، فلا يمكن أحدا أن ينقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك. أنا نقول لهم تنزلنا معكم، والأمة تحتاج إلى معصوم، والمعصوم هو علي بن أبي طالب، اعتونا بدليل ثبت بالسنة كالشمس أن علي قال أنا المعصوم وغيري ليس بمعصوم، وأن لهم ذلك دونها خرطة قدم. وجواب سادس أيضا بذلك أن إقراره لقضاته على أن يحكموا بخلاف رأيه دليل أنه لم يعد نفسه معصوم، وأيضا كان يبيح لمن يخالفه أن يخالفه. وقد ثبت في الإسناد الصحيح أن عليان رضي الله عنه وأرضاه قد اجتمع، قال اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يباع، وقد رأيت الآن أن يباع، حتى خالفه بعض أتباعه وقال له يعني موافقتك لهم خير لك من انفرادك، موافقتك أو أحب إلينا من انفرادك. فقال له عبيد السلماني قضي رأيك كما عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في الفوق. هو كان يرى أن أولاد أن أمهات الأولاد لا يباع، وكان شرح يحكم باجتهاده ولا يرجع ولا يشاور عليه يضر على ذلك، ولو كان الأمر على المعصوم لابد أن يرجع إلى المعصوم. وكان يقول أقضوا كما
اقضوا كما كنتم تقضون. وكان يفتي ويحكم باجتهاده، او يفتي هو ويحكم باجتهاد الذي يصيبه ويخطئ، ثم يرجع عن ذلك باجتهاد كامثال من الصحابه، وهذه اقوال المنقوله عنه بالاسانيد الصحيحه. يقول ويرجع عن قوله، يجتهد ويرى نفسه اخطا فيرجع الى نفسه ان اصاب فيتمسك بما قال. نعم. واما القول بان هناك تنصيص على ان علي بن طالب هو المعصوم، هذا ياتي ان شاء الله كما في الدرس القادم البيان ان هذا لم يكن حال من الاحوال. ما ادري على ماذا تخترعون وتحاربون، لا اعرف. عامه قلنا بانه لا بد لاخواننا ان يفهموا ان يعلموا وان يستبينوا من الامر. ايران لا تنفعهم، ايران تضرهم لا تنفعهم، ايران اخبث خلق الله، لان الروافض هم اضل واضر على الأمة الإسلامية. الروافض أبناء ليس أبناء عمومة لليهود، بل هم ابن البكر لليهود، هو الروافضي. عبد الله بن سبأ هو المؤسس لدين الروافضة. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، فلا تجعلوا سبيلا لمن بيده الإضرار بالأمة. فانتبهوا لا تكونوا أمثال هؤلاء. انتبهوا، رحمكم الله، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم، نسأل الله يجعل ذلك الموازين حسناتكم ويرنا لكم الإخلاص. إلى الحلقة إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان، يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.